إذن باش نساعدوا السياحة الداخلية في المغرب، أول أمر خص الناس أصحاب الفنادق يديروا لنا واحد الثمن شوية مرفوق باش الناس تمشي تقوم بالسياحة في مدن أخرى مختلفة، وكذلك تكون واحد مجموعة ديال التسهيلات لا في الترونسبور ديال الناس لا في الأنشطة ديالهم لا في المراكز ديال السباحة. شكرا. حنا خصنا نخرجوا ناكلوا في المطاعم ديالنا، وعندنا حنا عندنا ماكلة زوينة، بلادنا مشهورة بالماكلة مزيانة، وخصنا حنا نمشيو للفنادق ديالنا نسافروا فيهم حنايا، حنا نخرجوا ليهم نشجعوا. حنا راه بيناتنا الحمد لله راه ما تكون عندنا لا أزمة لا والو، حنايا راه الحمد لله بخير علينا. يعني إلا أنت كليتي في الزنقة وأنا كليت في الزنقة راه ما غيتضرر حتى شي واحد فينا الحمد لله. المولدون حنا خصنا نسافروا ليهم، ما نتسناوش شي واحد حتى يجي من برا أنه هو اللي يشجع لنا السياحة ديالنا. حنا راه الحمد لله كنسافروا كل عام، كتلقى المغاربه كيسافروا، يعني راه الحمد لله ما يكون لا ضرر لا والو باذن الله. ولكن خاص التشجيع، يعني حتى الاثمنه شويه يكونوا مقادينهم. وراه الاثمنه حنا كنشوفوهم ديما كيكونوا مزيانين اخي، ماشي عاد اليوم ولا ديما، الاثمنه بخير. يعني خاص غير يحيد الحجر الصحي ديال كورونا وتكون الامور صحيا مزيانه وما كاين غير السفر. ايوا ان شاء الله ما يحيد تحيد هذه الازمه هذه، كل شيء يكون بخير، كل شيء غيسافر وكل شيء. حيت المغاربه مولفين كيسافروا، ماشي غير هادشي اللي يحبسهم ولا الازمه هي اللي غطيحهم ولا شي حاجه، ما يكون ان شاء الله حتى شي حاجه من هادشي. نتمنوا نخرجوا بعدا من هذا الحجر الصحي بواحد بالسلامه، وتحسن الاوضاع الاقتصاديه ديال جميع المجالات اللي كاينين في المغرب، ديك الساعه تنتمكنوا حتى حنا نمشيو نفوجوا على راسنا ونشوفوا المناطق اللي ما عمرنا شفناها في المغرب، اوتوكو حنا مغاربه ومازال ما استفدناش من الخيرات اللي كاينين في المغرب. هادشي اللي بان لي انا. وبالنسبه للفنادق خصهم يشجعوا المنتوج المغربي على حساب الاقتصاد المغربي، على حساب المدخول ديال المغرب، واخا ينقصوا لنا 25% على الاقل بارابور المنافسه ديال الناس الخارج، مع المغرب عنده فيه ميتشاف. بالنسبه لي انا كمواطن مغربي، كاينين هنا بلايص في المغرب اللي هما ما شايفينهمش المواطنين بزاف، وتيفضلوا يمشوا للغرب، والغرب زايد الثمن شويه. وبالنسبه للبلاد ديالنا تنشوفوا الغرب تيجيو لهنا اكثر من اللي تيجيو المغاربه، وهذا بالنسبه لي انا تنفضل بان المغاربه يشوفوا بلادهم احسن من الاحسن باش يساهموني تفادى الظروف اللي كاينه من هذا. شكرا. اي خصنا مولين الاوتيلات والسياحه هي تشجع المواطنين، لان راه الناس شويه مضرورين، هو هذا هو. ينقصوا في الأزمنة باش الناس تزعم وتخرج، وهذا اللي تنقول انا. خصنا نخدموا عقلنا، وخصنا هذاك اللي هنا خصهم نساعدوه، شي اللي ما ساعدناش بعضياتنا ما كاين حياة. وخصنا مور هذا الشيء شنو خصنا نديرو؟ خصنا نفكروا واش هذا الشيء غادي يرجع ولا غادي يمشي. ومور هذا الشيء خصنا واحد الحاجة، خصنا نكونوا واقعيين وخصنا نديروا اليد في اليد. شي اللي تيمشي لبرا ما عندوش الضمير، إن خص السياحة الداخلية إن ولد المغرب خصو يبقى في المغرب. عندنا مناطق زوينة، عندنا جبلية، عندنا بحرية، عندنا شحال من حاجة، عندنا شي مناطق ما ينسى ما يقشي لو وصل لهم والله ما يبغي يمشي شي بلاصة واحدة أخرى. والله جاب الله سبحانه وتعالى نمشيو للجبل إن شاء الله. لا نمشي للجيبه نشوفوا الاطلال، نشوفوا المياه المجاريه، نشوفوا شنو كيف فيها. شي عجبني داكشي بزاف، ديما مغرب وعاش الملك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.